بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الوحدة الخامسة: الأسماء المنصوبة. الأسماء المنصوبة في اللغة العربية أكثر من الأسماء المرفوعة والمجرورة. لسهولة الفتحة وهي العلامة الأصلية من للنصب فلذلك جاءت الأسماء المنصوبة في اللغة العربية أفضل واللغة من شأنها أن تميل إلى اليسر والسهولة. نأخذ عددا من هذه الأسماء المنصوبة أولها وأشهرها المفعول به أقول كتب الطالب درسه درسه هذه مفعول به وقع عليها فعل الفاعل ماذا كتب الطالب كتب درسه ودرسه لاحظ معي أنه كون من كلمتين درس وهي التي والسين آخر الكلمة تضع عليها حركة النصب والهاء مضاف إليه المفعول المطلق وهو المصدر نحو كلم الله موسى تكليما اكرمت زيدا اكراما ضربته ضربا هذا المصدر المنصوب الذي ياتي في الجمله نسميه المفعول المطلق كلم الله موسى فعل وفاعل ومفعول به وهذا تكليما نقول مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره المفعول له أقول اجتهدت يسمى أيضا يسمونه المفعول لأجله من تسمياته مثل اجتهدت رغبة في العلم لماذا اجتهدت ما السبب لأجل ماذا اجتهدت أقول رغبة في العلم أيضا عبدت الله حرصا على مرضاته أيضا صليت الفجر رغبة او املا في ثواب الله او سعيا الى رزق الله هذه كلها سعيا واملا وثوابا ورزقا كلها تسمى مفعول لاجله هذا مفعول لاجله منصوب اذا نقول مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره المفعول فيه وهو يسمونه ايضا الظرف سواء كان ظرف زمان او ظرف مكان الظروف كلها منصوبه اقول سافرت ليلى هذا ظرف زمان منصوب ايضا المفعول معه وهو الذي ياتي بعد واو تسمى واو المعيه اي واو بمعنى مع اقول سرت وطلوع الشمس هذا مفعول معه سرت وطلوع الشمس، سرت والنهر، سرت وسور الجامعه، كل هذه اللي تاتي بعد واو هي واو المعيه تسمى واو المعيه لانه يصح ان ينوب عنها مع اقول سرت مع طلوع الشمس. هذا مفعول نقول مفعول اللي هو معه عفوا طلوع مفعول معه منصوب. وعلامه نصبه الفتحه. الحال، لاحظ معي قبل أن ننتقل من هذه النقطة أن هنا كلمة مكررة في كل المفاعيل أو في كل المنصوبات التالية، كلمة المفعول متكررة خمس مرات، هذه يسمونها في اللغة العربية لها باب واحد، باب واحد يسمونه باب المفاعيل، يسمونها المفاعيل وهي خمسة، المفعول به والمطلق وله وفيه ومعه. ايضا من المنصوبات وهو باب مشهور فيها الحال وهو الذي يصف حالة صاحبه حال وقوع الفعل. كيف حاله عندما وقع الفعل؟ كيف حال الشاعر اللي هو الفاعل عندما وقف كان منشدا. اذا منشدا هذا نقول حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، ايضا من الابواب المشهوره المستثنى وهو الذي ياتي بعد اداه الاستثناء وام ادوات الاستثناء هي الا يخرج حكم ما بعد الا عن حكم ما قبلها اقول تصدأ المعادن جميع المعادل تصدع الا اخرجت الذهب فاقول الا الذهب اذا اخرجت ما بعد الا من حكم ما قبلها الذهب هنا نقول مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، لاحظ هنا الملاحظه التي ينبغي ان نذكر بها هنا هي أن هذه المفاعيل عفوا أن هذه الأسماء المنصوبة أننا نشرح هنا حالة وهي حالة نصب حالة النصب واحدة كما قلنا في الرفع، إنما قد يدل عليها أكثر من علامة، العلامة الأصلية هي الفتحة لكن قد تدل على على هذه الحالة او على هذه العلامات اكثر او على هذه الحاله اللي هي حاله النصب اكثر من علامه كانت تخرج الى العلامات الفرعيه للنصب نكمل باب المنصوبات الباب الثامن وهو باب المشهور هو التمييز وهو الاسم الذي يبين الابهام في اسم قبله الإبهام في اسم قبله أقول عندي عشرون درهما لو وقفت إلى هنا عندي عشرون هنا إبهام في كلمة عشرون ما المقصود عشرون ماذا فعندما أجاءت درهما المنصوبة فهذا نسميه تمييز منصوب تمييز منصوب لأنها كلمة بينت الإبهام في كلمة قبلها. اسم إن ذكرنا أن خبر إن يأتي مرفوع العكس أن اسمها يأتي منصوب إن الله الله هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وغفور خبر ورحيم صفة أيضاً أو, أو خبر ثاني أيضاً خبر كان خبر كان أقول كان الجو جميلة، لاحظ معي جميلة هنا جاءت ايش؟ جاءت منصوبة لأنها خبر كان، إذا كان وإن طبعا وأخواتها آه تتناوب في آه في حركتها على الـ 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 الاسم الـ الـ الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر النوع الحادي عشر التابع لمنصوب كما ذكرنا سابقا التابع لمرفوع يأتي مرفوع وهنا نقول التابع لمنصوب يأتي أيضا منصوب وأنواع التوابع للتذكير نقول النعت العطف التوكيد البدل هذه أنواع التوابع في اللغة العربية رأيت محمدا محمدا مفعول به كما مر معنا لكن المجتهد صفة لمحمد ولأن محمد مرفوع فتأتي أيضا منصوب فتأتي أيضا هي منصوبة أقول رأيت محمدا المجتهد أتقنت القراءة القراءة مفعول به منصوب هنا واو اللي هو حرف عطف الكتابه ولا الكتابه لا شك انها الكتابه بالفتح لانها عطفت على القراءه والقراءه منصوبه فهي تاتي منصوبه مثلها ايضا التوكيد اكرمت الطالبين الطالبين ما إيش الطالبين الطالبين مفعول به منصوب ايش علامه النصب الياء لانه مثنى لاحظ معي هنا الياء لانه مثنى كليهما توكيد توكيد للطالبين ولأنها منصوبة فهي تأتي أيضا بالياء مثلها منصوبة. كِليهما منصوبة مثلها. النوع الرابع من أنواع التوكيد هو البدل. مر معنا سابقا وقلنا ينوب اسم عن اسم يمكن أن يبدل اسم من اسم ويأتي في محله ونفس المعنى. أقول نصر الله نبيه محمدا. نصر الله نبيه محمدا او نصر الله محمدا نصر الله نبيه نصر الله محمدا نبيه كلمة نبي ومحمد تتناوبان فهي فهي مبدلة منها فمحمد بدل من نبيه هنا جاءت هذه إعرابها مفعول به لأنه يعني وقع عليها في نصر الله نبيه مفعول به منصوب وهذه بدل منها فتأتي أيضا منصوبة مثلها